ولكن وهو بينتمي لمنتخب بلده ما يبخسش حق الفريق الثاني. اه يعني ايه ذنب الفريق الثاني ان انت بتشجع الفريق ده وانت تابعه؟ اوكي قول انا عايز مصر تكسب، قول اتمنى مصر تكسب، قول الله يا محمد يا صلاح، لكن قول برافو للاعيب اللي بيلعب ضده اللي عمل لعبه حلوه، ايه المانع يا اخي؟ هي دي يعني هتاخد منه حسنات وتربيها الموضوع غير كده خالص خالص. الموضوع انساني. اه الموضوع انساني، انت بتتعامل معامله انسانيه قبل ما تتعامل مع كوره وحته جلده وجمهور لا الموضوع فيه ناحيه انسانيه كبيره جدا. التعليق مهنه جباره وعظيمه، من اعظم المهن على مستوى العالم والاكثر تاثير في المجتمعات على مستوى العالم مهنه المعلق، لانها بتنتمي للعبه هي الاكثر جذبا للجماهير على مستوى العالم كله، فمهنه جميله وعظيمه. طب بصراحه كده يا استاذ احمد، هل حضرتك شايف ان في اضطهاد لأي إعلامي أو معلق زملكاوي في المنظومة الرياضية؟ هي مش مسألة اضطهاد، أنا كان زمان كان ليا كلمة كده قلتها بس هي اتغير جزء منها. كنت بقول الإعلامي، كنت مع الكابتن هادي خشبة كان بيعمل برنامج لو تفتكر في قناة زوم سبورت تقريبا، ده من بلدي مش كده كنت ضيف معاه، فقلت له يا كابتن، تعرف كابتن هادي شخصية جميلة قوي 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 طبعا، ونموذج برضه من الناس اللي لازم نتشرف بيها كلنا والاولاد الصغيرين، كنا بنقول عليه كده وبيلعب زي ما بعد كده بنقول على بوتريكا مثلا، اخلاقياته الجميله وروحه الحلوه ده نموذج يحتذى به وهكذا. فقلت له يا كابتن هادي، المعلق الاعلامي، قلت له الاعلامي الاهلاوي بجح والاعلامي الزملكاوي جبان. قال لي يعني اتخض كده، هو ما بيحبش الالفاظ اللي عامله شويه. فقال لي، قلت له الاهلاوي بجح سواء الاهلي حلو او وحش تلاقيه بيقولها بصوت عالي وصوته واضح والدنيا ولا حد فارق معاه. لا بس الكلام ده اختلف دلوقتي يا كابتن احمد. لكن الاعلامي الزملكاوي جبان، بيبقى شايف قدامه ان الزمالك يستحق ولا يصرح بذلك. لكن قلت لك انا الكلام ده كان صلحت الامور دي لعده اعتبارات، ان الفتره اللي كان فيها الزمالك